هل تتلقى ليلى عبد اللطيف اموالا مقابل توقعاتها؟ خلينا نحضر هالفيديو. ما حدا بيشتغل ببلاش. خلينا نحضر هالفيديو. احتديتي وانفعلتي وهددتي بالخروج مع انه انا ورودولف اصدقاء اصحاب ورجا هو لاقول لك شغله، لانه قيل انه هالتشيك من قبل المخابرات الفرنسيه او من فرنسا، لانه فرنسا بنك. ما لاقول لك في شيء بدي اقوله للعالم، في شيء طلع على التيك توك وقالوا انه انا من والله ما فهمت كثير الخبريه، انه انا من المخابرات الفرنسويه وماكرون وهن اللي بيعطوني الاخبار. طب ليه ما بيجيبوا وحده فرنسويه بتحكي فرنساوي؟ انا ما بعرف كلمه فرنساوي، انجليزيته عقدي، فليه ما بيجيبوا وحده فرنسويه مثلا بيعطوها الاخبار تتقولها؟ قالوا لانه من فرنسا بانك. لكن هذا المخابرات الفرنسويه، لو كان من كندا بانك او من البنك الامريكاني او اي بنك كانوا قالوا من البلد. والله عيب، يعني بدي اقول لك شغله، هذا التشيك له زمانه فعلا. انا كنت بدي اترك الحلقه لانه عيب. عندك الجرأه تقولي من مين تقاضيتيه؟ لا لا لك لا، اعوذ بالله. ليه بدي اقول؟ لحظه، لا لك هيدا شخصية سياسية لبنانية بوقتها، يعني هيدا له من كم سنة، مش هلا، من كذا سنة له هيدا. فقالوا لي ليلى، فقال لي ليلى عندي أنا شغل برا وعندي صفقات كذا. سألني سؤال، قعدت بمكتب وشربنا قهوة، فعم يسألني أقول لك فوت في صفقة هيدي إذا عملتها يعني بيمشي حالها وبتشوفيها تنجح ولا بتركها؟ قلت له بالعكس اترك كل هدول وفوت بهاي. قال لي بها؟ قلت له بها. قلت له بها على مسؤوليتي. قال لي اذا نجحت لك هديه، اذا يعني صارت لك هديه. بزنس عم هو بزنس، كمان كل السياسيين بيعملوا بزنس وبيشتغلوا سياسي، وين المشكله يعني؟ فقلت له انا ايه بتصير وانا مسؤوله عن كلمتي. قال لي واذا فتنا ولحقت؟ خي انا مسؤوله عن كلمتي، فيها جرأه، فيها جرأه يعني. فصارت وتلقيت بعد شهر شهرين بدي قال لي، بيقول لي انا عايزك تعال اشربي عندي قهوه. جيت شربنا القهوة كذا، قال لي هدول حصتك من الصفقة اللي انعملت، شغل يعني بزنس. فقلت له أنا بصراحة بدك صراحة والله العظيم وحياة أولادي أخذته. أنا ما كنت عارفة قديه، أنا طلعت لبرا طلعت إنه هذا 15,000 ولا قديه، ما عم بقرا الرقم مزبوط. آخر شيء شفته 150، قال لي زوجي هذا 150,000 مش 15,000. قلت له والله إنه كيف إجت يعني؟ إنه هذا بزنس حلو، خليني فوت مع هالشركات. وفعلا أنا فاتي بست شركات يعني، وبعطيهم إنه شو لازم يعملوا شو لازم يقوموا. وبدي أقول لك شغلة، كل شغلة بقوله مخابرات مخابرات يا أخي، إذا عرفنا بقوله مخابرات، وإذا ما عرفت لا شو طالعة تعمل على الشاشة؟ شو طالعة تتوقع؟ طب وشو قصة اليخت؟ لحظة شوي، إذا ما عرفنا بقوله ما عرفنا، يعني عيب بقى يطلع يقولوا على التيك توك مخابرات، عيب. لك المخابرات هن ما بيعرفوا شو بده يصير معهم، والدليل انه بيبعتوا وراي ليسالوني ما دامكم هيك، وضلكم قولوا مخابرات من هون ل 100 سنه. انا توقعاتي هن بيستنجوا في المخابرات، مش انا باخذ منهم. ونقطع الصف.